احتشد الآلاف من سكان إشبيلية ليشهدوا حدثاً مأساوياً في تاريخ عاصمة دولة الموحدين، إحراق كتب ومخطوطات فيلسوف الأندلس وفقيهها وقاضي قضاتها أبي الوليد بن رشد. ابن رشد يسميه الأوروبيون أفيروس، واشتهر باسم ابن رشد الحفيد نسبة إلى جده قاضي قرطبة وأحد كبار علمائها، واسمه بالكامل أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الحفيد. كان نموذجاً للعالم الموسوعي الذي يبحث في كل مجال من مجالات المعرفة، فأتقن موطأ الإمام مالك في الفقه، واشتغل بالطب وبرع فيه، وحفظ ديواني المتنبي وأبي تمام في الشعر، وعد أهم شارح لفلسفة أرسطو في العصور الوسطى. عرف عنه اعتداده بنفسه أمام أهل العلم والحكم، وتواضعه مع عامة الناس وطلبة العلم، ولم يكن مهتما بأناقة الملبس والمظهر على عادة أعيان الناس في عصره. تمكن ابن رشد من نيل حظوة في بلاط الموحدين، فتولى قضاء إشبيلية ثم قضاء قرطبة بأمر من الخليفة الموحدي يوسف بن عبد المؤمن. وبعد وفاة الخليفة قربه ابنه المنصور يعقوب بن يوسف الموحدي في مجلسه، حتى تجاوز كبار مقدم الموحدين ما أثار نفوس خصومه ومنتقدي أفكاره الفلسفية، فكادوا له وأوقعوا بينه وبين المنصور بالتأويل الخاطئ لكلامه والكذب عليه أحيانا أخرى، ووجهت له تهمة إفساد العقيدة نظرا لاهتمامه بفلسفة أرسطو. ومن حينها نكب ابن رشد، وعقدت للشيخ السبعيني محاكمة عاجلة عرض عليه فيها ما خطته يداه، وأمر المنصور بنفيه إلى قرية اليسانة قرب غرناطة. ناسيا ما قدمه من علم وفقه وأدب لأهل إشبيلية والأندلس، وأمر بإحراق كتبه كافة، ولم ينج منها غير كتب الطب والحساب وأجزاء من كتب الفلك التي تفيد في تحديد القبلة والاتجاهات، منها الكليات في الطب ونهاية المقتصد وبداية المجتهد، وكتاب التحصيل في الفقه المقارن، ومختصر المستصفى في أصول الفقه، وكتاب تهافت التهافت الذي يرد فيه على الإمام أبي حامد الغزالي. وما لبث المنصور أن طابت نفسه وأمر بالعفو عن ابن رشد عام 1197 للميلاد الموافق ل 594 للهجرة، وأدخله ببلاطه في مراكش تعويضا له عن سنوات النفي. لكن ذلك لم يدم غير بضعة أشهر، إذ توفي ابن رشد عام 1198 للميلاد الموافق ل 595 للهجرة، ولحق به المنصور بعد أسابيع.